أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: على حد بحث القاصر وسؤال بعض طلبة العلم، لم أجد من فرق المرجئة من يقول لا يضر مع الإيمان معصية، فهل هذه العبارة معروف قائلها؟ ما يقولونه، ما يصرحون به، لكن قولهم أنه مؤمن كامل الإيمان هذا معناه أنه لا يضره معصية. ما يكون كامل الإيمان إلا إذا كانت لا تضره المعصية. نعم، هم ما يصرحون بهذه الأمور، بل إن بعضهم الآن يعتنق مذهب المرجئة وهو ما يعرفه أصلا، جهال. هذه المصيبة، ما تعلموا. نعم.